المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الجادية نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم. قدم يوم أمس رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خطابا للأمة التشادية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2018، وركز خطاب رئيس الجمهورية على الصعوبات التي واجهت التشاديين خلال العام المنصرم 2017. تشاديان تشاديان مشير كومباتريوت، L'année 2017 s'achève et emporte avec elle nos joies et nos peines. سنة 2017 بقت خاصة صعبة لبلدنا مثل السنتين الفاتوا. واجهنا بشجاعة وبمسؤولية الحالة الاقتصادية والمالية. بمثل ده البلد لقت القوة اللازمة تسمح لنا ننطلق نحو المستقبل بصورة أفضل. النجاح على تنظيم مؤتمر تعبئة الموارد من أجل تمويل الخطة الوطنية للتنمية PND لسنة 2017-2021 ده يعتبر رمز قوي لرغبتنا المشتركة من أجل وضع تشاد في الطريق المستقيم هنا التقدم والتحديث. يوم 8 سبتمبر 2017 في باريس بلدنا شرفوها كل الأصدقاء والشركاء، والمساهمات الأعلنوها دي كان بقت على مستوى تطلعاتنا. واليوم خلاص كثير من الشركاء قاعدين بنفذوا وعودهم دي. الخطة الوطنية للتنمية تمثل رمز الأمل للشعب التشادي لأنها نتج من ديناميكية مشتركة هدفها ضمان تنمية متماسكة ومستدامة. أيها المواطنين الأعزاء، الهدف من الخطة الوطنية للتنمية هو عشان توصلنا بصورة مؤكدة للتنمية في آفاق 2030. أسباب ده كل تشادية وكل تشادي واجب يحس بكون الخطة دي اللي هي ثمرة تفكير مشارك وشامل تخصه. يجب علينا كلنا في الوحدة نبذل كل عبقريتنا وابتكارنا وإبداعنا عشان الأمل يكون دائما حي. ما من حقنا نسقط ولا نفشل، ولا أي عقبة ما ممكن توقف حماسنا والتزامنا المشترك. أبدا ما في شيء على الإطلاق يمنعنا من الطريق المنير هنا التنمية المخطط بصورة جيدة. وفي هذا الصدد نشجع الحكومة للأمل بشدة وإخلاص وتصميم عشان تسمح للوطن وللأمة تستفيد من أول عائدات الخطة الوطنية للتنمية في أسرع وقت. وأكد رئيس الجمهورية بأن العقبات التي تواجه التشاديين تتطلب منهم تضافر الجهود والعمل من أجل تخطي هذه العقبات. لكن قال أنا مقتنع مثل كل التشاديين بكون عندنا كل الإمكانيات والموارد اللازمة عشان نوصل للهدف ده. الحكومة تقوم بتهيئة الشروط للتحديث وتحويل الزراعة والثروة الحيوانية فضلا للمواطنين التشاديين هم كل يتبعوا الفكرة السليمة دي. الشباب والنساء الأمين ورجال الأعمال الاقتصادية، كل الناس واجب يقوموا بطولهم ويقوموا بالأمل. فقال نعم هيا إلى الأمل، لأن ساعة الثورة العظيمة هند التنمية الريفية قد دقت. دي الثورة الوحيدة والفريدة التستحق نقودها اليوم. كل الجمهورية لازم تقوم بالأمل بخدمة جد من أجل نجاح الفكرة المشتركة دي. رئيس الجمهورية قال ننتهز الفرصة دي عشان ننطي إنذار لأعداء الوطن القاعدين بخربوا الغطاء النباتي. فقال أبدا ما مسموح وما مقبول بكون ناس واحدين يدمروا الطبيعة والبيئة بخدمة فصلي، لأن البيئة والطبيعة هم بس أول الأوامل هن تنمية الزراعة والثروة الحيوانية. اليوم الناس ديل سببوا ضرر كبير للبيئة. السنة أكثر من مليون شجرة قطعوهم، وده كمان بمؤامرة مع خدامين حرس الغابات والمياه الأوفوري والمسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين. فقال الحكومة واجب تتخذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة عشان تحمي وتحفظ البيئة
من الناس المخربين دول عقوبات شديدة يشولوها في أسرع وقت ضد كل الناس المتورطين في ممارسة العملية الإجرامية دي. كما أشار رئيس الجمهورية زيد بيتنو إلى أن مستقبل البلاد من أهم اهتماماته. أيها المواطنين الأعزاء، مستقبل تشاد واجب يبقى الشغل الشاغلنا كلنا وفي كل لحظة من اللحظات. المستقبل الأفضل الندور ونبنوه للأجيال القادمة واجب يقود أفعالنا وحركاتنا وأعمالنا يوميا. يجب علينا فرديا وجماعيا نكون عندنا تصرف مسؤول وسلوك وروح وطنية. كبير الدولة ذات في كلامه قال: من ناحيتي أنا دائما وأبدا مصر ومصمم عشان ننطيها لتشاد بكانة تستحق في التكوين الجغرافي والسياسي العالمي الجديد. البحث عن مستقبل الأمة ده بس جاب لنا الفكرة من مشروع الإصلاحات المؤسسية. أسباب ده قال: خلال السنة الجديدة ينظم ملتقى وطني شامل يجمع كل القوى الحية عند البلد من أجل الدراسة والمناقشة بالتفصيل لمختلف محاور الإصلاحات التي يتضمنها المستند. فقال: ندعو كل المواطنين هنا الداخل والقاعدين في الخارج خليه يكونوا حاضرين وناشطين كنا الوقت جاء عشان ينطو طابي توافقي ووطني للمستند النهائي. خلي الموقت التاريخي المهم في حياة الوطن ده ما ينطم للناس كلهم. واجب الفكر الجماعي ده يبقى قدام من الشعور والاعتبارات السياسية. المواطنين الأعزاء، مثل تعرفوا الولاية الحالية هنت البرلمان مدتها زادوها مددوها لأسباب ظروف اقتصادية. فقال: نعلن في بداية السنة الجديدة بكون الانتخابات التشريعية تبقى في سنة 2018. الانتخابات التشريعية دي قاعدين برجوها كل الطبقة السياسية التشادية وتبقى بلشك وقتنا نشاط سياسي حار. من الآن نطلب من مختلف الناشطين السياسيين خليه يكون عندهم معنى هنا المسؤولية ويتهلوا بروح الوطنية. كبير الدولة قال: تشاديين وتشاديات، الحيوية هن ديمقراطيتنا والنجاح هن تحولاتنا التنظيمية تتطلب الأمن والاستقرار. لازم نحافظ للسلام والأمن الهم الشروط الأولانية هن التقدم. فقال في الناحية دي: ما واجب نقودوا في غفلة، لازم نكون دائما حاضرين ويقظين في الجبهة الأمنية ومكافحة الإرهاب الأصبح اليوم الشر الحقيقي هنا القرن. اللهم يبارك لوطننا ويحفظ بلدنا، ونتمنى سنة سعيدة 2018 لكل التشاديين في الداخل والخارج ولمختلف الأجانب العايشين في بلدنا. تعيش الجمهورية. sur le front sécuritaire et de la lutte contre le terrorisme.